يا أهلين، اليوم جاييني ضيوف، فحابة أرتب وأنسق كذا وراح أوريكم ترتيباتي، بما إنه أول مرة صراحة يجوني ضيوف، والله حقيقي أول مرة. فبس والله راح أطلب حلا من سلابي للسلام، راح أعمل قهوة، وهذا الحاجتين اللي راح أعملها حاليا، راح أرتب وأنظف وأعمل دي الأشياء وبس والله. صراحة هانجر ستيشن المنقذ الوحيد. تقريبا خلاص انا كذا خلصت، بس باقي اضيف اللي هي الروائح العطرية. راح اشغل الفواحة وراح ابخر بالعودة، فراح اكلمكم يا بنات عن هذه الفواحة. انا اول مرة صراحة اشتري من سنتر بوينت فواحة اللي هو الزيت العطري، فواحة هذه الفواحة سوري الزيت العطري. يا بنات اخذت هذه بريحة اللافندر، ريحتها والله يا بنات مرة تجنن كذا، ريحتها نظافة، ريحة شيء كذا، ريحة استرخاء. والله يا بنات جربوها وراح تدعولي، مرة حلوة. طبعاً خلاص أنا كذا خلصت ترتيبات، فدحين محتارة إيش ألبس. أكثر فقرة ما أحبها صراحة. راح البس هذا الحلق، مرة حلو عاجبني انه كذا فيه لول وفيه زي الكريستالات، مرة يجنن. راح البس هذا الحلق وراح البس كمان هذا السلسال برضو، كمان يا بنات جاي فيه لولو وكريستالات. أهلين، طبعا اليوم عندنا زواج، فراح أعمل شعراتي دحين بالليس. والله يا بنات من أحسن الاختراعات اللي اخترعوها، مرة حلو سريع. أنا هذا اللي هو الاستشوار ده المزعج مرة ما أعرف أستخدمه، هذا مرة خطير صراحة. تقريبا ياخذ معايا ساعة وأخلص شعري، بعد كذا راح أستخدم الفير، أحب كذا شعري يكون ويبي. يعني انا راح اشوف لو حسيت انه حلو بالستريت، يعني حلو علي الستريت راح خلاص، لو حسيت انه ما عجبني راح اعمل بيبي، او راح اعمل الاطراف يعني اطراف الشعر بس والله.
حاطه اغراضي كذا يعني رميتها. فاخذت هذه السلل كذا المحلات اللي هي المكملات للبيت، فقررت صراحة أرتب الأغراض لأنها كانت مرة مرة خلاص. إيه للأسف ما بتنحط بالطول، جاية كبيرة شوية على الدرج. شايفين كيف؟ أوريكم. حطيت واحدة بالعرض والثانية بالطول، بس طبعا عشان دخلتها جوا الدرج بالقوي، فاللي هنا من الجوانب انفتحت بزيادة، بس عادي ما في مشكلة لأنه صراحة الدرج بدون الأجسام هذه مرة حايز. فدحين راح أرتبه. تقريبا الدرج كذا صار مرة أحسن بكثير ويفتح النفس. حطيت هنا هذا الجهة أشياء الكريمات والأشياء حق الشعر، وهنا الإكسسوارات وهذا بخور الشعر، وحطيت هنا البيوتي بلندر صراحة لأنه ما عندي مكان لها، والرموش وهذه أشياء الشعر والمنشفة حق الميك اب، وبس كذا صار أرتب من أول بكثير. طبعا بعد ما خلصت أمور البيت خلاص نظفت، حبيت أعمل حلى مرة حلو صراحة مرة سهل. راح أعمل بسبوسة بالقشطة. يا بنات هذه البسبوسة مرة حلوة ومرة تجنن ومقاديرها جدا سهلة. أنا راح أحط لكم مقادير البسبوسة هنا على جنب، وراح أعملها معكم كذا على السريع. تمام، يعتمد على علبة القشطة. تمام، يعني كل المقادير دحين اللي هعملها راح أعملها بمقدار علبة القشطة. يعني أنا حطيت علبة قشطة، راح أحط زيها علبة سكر. تمام، نفس العلبة حق القشطة حليب اللي هو الحليب البودرة. كمان عندنا السميد، صراحة أنا أحب أستخدم السميد الخشن. قد جربتها بالسميد الناعم مرة ما تزبط. طبعا هنا راح أحط نفس علبة القشطة علبة سميد ونص، يعني دحين هذه علبة هنا نص علبة كمان سميد. علبة النستلة تقريبا نص علبة القشطة، بس انا خاص يعني كذا احط بالنظر. تمام، بس انتوا لو حابين تعملوها حطوا نص علبة القشطة حليب مكثف، مو ملعقة الاكل، لا الملعقة اللي هي الصغيرة. يا بنات انا هحط لكم الطريقة لانه انا صراحة ما اخذتها، معتمدة هذه طريقة البسبوسة من واحدة ومرة تجنن. فهي اعتقد انها كاتبة ملعقة صغيرة مليانة بيكنج باودر. طبعا انا مفروض استخدم هي ملعقة الشاي تكون مليانة بيكنج باودر، فانا ما عندي ملعقة الشاي، فراح استخدم هذه الملعقة اللي هي بعد ملعقة الاكل. فاهمين كذا تقريبا كذا مليانة بيكنج باودر. الصينية اللي راح اعمل فيها البسبوسة راح احط شوية زيت. في بعضكم يحب يحط على الصينية الطحينة السائلة، فانا صراحة ما احبها، فراح اكتفي بس بالزيت. يعني اللي يحب يضيف، واللي ما يحب لا يضيف. دم هذه القشطة يا بنات، قشطة جيمر. طبعا انا ما راح احشيها، في بعضهم يحبوا يحشوا البسبوسه كذا تكون يعني القشطه بالنص، بس انا ما احب القشطه تكون باينه. فدحين راح اوريكم انا كيف طريقتي.
كذا صارت معانا جاهزة، ما في أسهل منها. طبعاً يا بنات أنا أحب القشطة زي كذا، لو أنتوا حابين ممكن تقسموا الخليط نصين، تحطوا جزء بسيط تحت تحطوا القشطة وترجعوا تحطوا طبقة ثانية. طبعاً دحين راح أدخلها على الفرن على درجة 180، طبعاً مع الحلا يحتاج صراحة الواحد معاه قهوة عربية. فيا بنات صراحة أنا مرة أحب قهوة بابا، مرة أحس قهوته كذا يعني مرة خطيرة، يعني أنا لا أنا عرفت أعملها ولا ماما ولا يعني ولا أحد في البيت عرف يضبطها زي بابا. فطبعا أنا وين وهم وين، فراح أمشي نفسي بهذه القهوة الجاهزة. صراحة لا بأس بها، يعني حلوة برضو كمان. فطبعا قبل لا أستخدمها كاتبين إنه نرجها، فأنا قد مستخدمتها قبل كذا بس يعني طبعا لازم نرجها. في البداية تحتاج هذا تحطيها على النار، بس تحطي كذا. عندنا فنجان القهوة، راح آخذ تقريبا قد كذا للتر من اللي هو الدلة حقكم او الترمس. طبعا اذا عندكم مية تكون مغلية تحطوا بس يا بنات نص الدلة وتقعدوا ترجوها. طبعا انا قايلت لكم هذا الطريقة نفس اللي مكتوبة ورا، كاتبين انه نقعد نرجها 15 ثانية، نفتحها ونعبي كامل الدلة ونغطيها ونخليها 4 دقائق احكام، وانتظر 4 دقائق قبل استعمال. هي هذه قهوة ذوق، قهوة ممكن تنفع للي يوف كذا وهي ما تعرف تعمل قهوة، فاحسن لها تستخدم ذا الشيء. والله يا بنات مو اعلان بس يعني صراحة مرة حلوة، مرة جيدة يعني. جاهزة معانا، دحين راح نحط على الوجه اللي هو الحليب المكثف. طبعا انا ما قدرت اقاوم واكلت هذه الجزئية، راح اوريكم كيف من الداخل مع القشطة، مرة كذا ذايبة البسبوسة.